صاير شوف عين الحين قايم مصدوم كذا ما عارف شيء يعني كذا خبشت وجهي وبسرعه بسرعه قالوا صاير انفجار في المعبيله مكان المحل مالي، فقالوا لازم تروح بسرعه تشوف المحل لان انفجار كبير يعني. الله يستر يا رب يا رب انه ما في شيء يكون يا رب. صاير انفجار يا جماعه الخير في المنطقه، لكن انفجار كبير. شوفوا الحين ممنوع، ما منعوا حد يدخل، كل المكان مطوق. شوفوا كل البنايات رايحات، شوف كلهن راحن. وهذا محلي انا اشوف بعد القامات هنا متكسرة في المحل لين فوق البناية، شوفوا كلهن متكسرات. طبعا السيارات اللي تحت كلهن راحن، 29 سيارة. فالله يستر يعني، الله يستر. هذه كروزر 22 جديدة السيارة، هذا مار مرور الكرام وصار الانفجار. شوفوا كيف كل الارباقات طلعت، الله يعوضه يا رب، الله يعوضه. مار من الشارع وصار الانفجار. شوفوا كيف الاطراف، شوفوا كل شيء تكسر يا جماعة الخير. لحد الحين احنا ما دخلنا المحل، بعد شوي بندخل. شوف شوف لين فوق، لا حول ولا قوة الا بالله. دخلنا الحين، الحين سمحوا لنا بس. شوف يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، بسم الله بسم الله، امور طيبه الحمد لله رب العالمين. اوف ماشي، بس هذا طاير، الزجاج هذا مكسر، أموره طيبة الحمد لله رب العالمين. شوف لبسوت الشالات، أموره طيبة، أشياء بسيطة، الأمور طيبة الحمد لله. الحمد لله ما تأثرنا نحن، بس هذا الزقاقة الأمامية عندك من قوة الانفجار يا جماعة، عندك هنا بس. شوفوا المدرسة هذه وصل لها الانفجار، شوفوا القامات كلها متكسرة. الله يعوضها إن شاء الله. شوفوا الحالة يا جماعة الخير. الله سلم الله سلم الله سلم الله سلم. تفجير في هذا البناية من هنا أثرت كل هذا البناية. شوف شوف السيارات يا الله. تفجير في هذا البناية. جينا نركب هذا علشان الأتربة والغبار ما تدخل داخل. شوفوا الحالة يا جماعة الخير، شوفوا الحالة، شوفوا الحالة. يو 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 الحمد لله رب العالمين. زين ايش سبب الانفجار؟ هذه البناية اللي تشوفوها قدامكم في مطعم تحت جديد، صار له تقريبا اسبوعين الى 3 أسابيع فتح، يعني مطعم جديد صار في تسرب غاز وسوى هذا الانفجار الكبير، دمر كل البنايات اللي جنبه. هذا مسكين صاحب هذه السيارة، صاحب هذا المغسلة، أغراض الناس والأجهزة كلها تدمرت. الله يعينه ويعوضه يا رب العالمين. دمار دمار شامل. وبحسب ما سمعت هذا والله أعلم أنه توفى شخص واحد لحد الحين والبقية إصابات. شوفوا شوفوا كيف، شوفوا الانفجار هذا اللي الله سلمهم، الله سلمهم والله العظيم، واللي مارين واللي كانوا موجودين الله سلمهم الحمد لله رب العالمين. هذا منير يا جماعة كان موجود في البناية، الله سلمه. ايش صار منير خبر؟ سود زيادة والله. ايش صار؟ بلين هذا نمونة والله. هذا نمونة والله. انت اسمع والله. هذا جاي زيادة بوم اصوات مني والله. هذا نمونة بناية، هذا نمونة جاي. كله يا الله يا الله، دقايق كله كسر، كله كيف كسر بلدين هذا نمونايجي والله واجد مشكله. ايش من غاز هذا؟ ايش من غاز يا جماعه الخير؟ هذا مال غاز مال تانكر، ما في مال كبير غاز. كبير غاز هذا 600 جالن سمسم تنين تناشر. يا الله يعني. الله سلم الله سلمهم، هذول مساكين ما عارفين هنا يناموا. بات هذا المدرسة في كسر، كله كسر والله.
الله سلمهم الله سلمهم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.